قناة نداء القرآن تقدم لكم صلاة خاشعة جدا تبكي القلوب بصوت القارئ حماد بن عزي وفقه الله تعالى. ثوب اعتدل تراسل حادب المناكب العقار. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تابعوا كل جديد على قناة نداء القرآن.